الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم أما بعد يقول حق تبارك وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين إذ يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد ولا آل محمد كما صليت على إبراهيم ولا آل إبراهيم وبارك على محمد ولا آل محمد كما باركت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمين يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر مجاهدين في بلادنا وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم ثبت أقدامهم وقوي أزائمهم وافتح لهم نصرك التي وعدوا لبارك المؤمنين يا الله رب العالمين اللهم إن إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين مظلومون المستضعفين وأنزل عليهم نصرك التي وعدوا لبارك المظلومين المستضعفين يا رب العالمين اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم صب الخوف عليهم وزلزل الأرض من تحتهم يا رب العالمين اللهم أهلك رؤساء الإسرائيل ومن معهم وشتت سملهم وفرج جمعهم اللهم شتت سملهم وفرج جمعهم اللهم شتت سملهم وفرج جمعهم وجل بعثهم بينهم يا رب العالمين إنك لا ما تشاء قدير ولا إله غيرك يا الله يا رب العالمين اللهم ألق الرعب في قلوبهم وصب الخوف عليهم وزلزل الأرض من تحتهم يا الله يا رب العالمين اللهم أهلك طائراتهم ودمر دباباتهم وناقلاتهم في البر والبحر يا رب العالمين إنك لا ما تشاء قدير ولا إله غيرك يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل أموالهم وأولادهم وأصلحتهم غنيمة للمجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.